الفشل شيء صعب. أي حد لما بيقابل فشل طبعاً بيتضايق، خصوصاً لو الفشل ده استمر، يعني رغم المحاولات برضو الفشل. يعني ناس بتقول ده فلان ده وشه نحس حظه وحش، وفي ناس بتقول فلان ده يعني ما بيعرفش ما بيفهمش، فاكر نفسه بيفهم ومش قادر. كل واحد بينعته أو بيصفه بشيء، لكن خلاصة إن هو جواه بيبقى تعبان. وبعدين طب يعني الواحد يعمل إيه؟ ييأس خلاص ولا يعمل إيه؟ شيء صعب. تعال صورة نشوف صورة للفشل وكيفية التغلب عليه مهما كان ده يبدو شيء شديد وصعب. القصة بتاعتنا حصلت مع فلاح إنجليزي. الفلاح ده كان بيفكر كويس، ما كانش مزارع عادي، ما كانش بيزرع أرضه وخلاص، لا بدأ يفكر في إن هو يحسن الزراعة بتاعته ويعمل تجارب عشان يطلع محاصيل تنتج إنتاج أكبر. بعض الناس قالوا له يعني زملاء الفلاحين، مين قالك الكلام ده هينفع يعني؟ قال لهم وماله أجرب مش هخسر حاجة. قالوا له ما أنت بتعمل اللي عليك وكفاية. قال لهم لا، إن شاء الله هعمل تجارب وإن شاء الله هوصل لحاجة كويسة. وبدأ بقى يعمل تجارب، تجارب تهجين، يعني يدخل نبات على نبات تاني ويعمل معاملات زراعية مختلفة عشان ينتج نبات جديد بمواصفات جديدة. عمل تجربته، وطبعا انتوا عارفين كل تجربة بتحتاج شهور على ما النبات يطلع ويبان ثمار. وللأسف التجربة الأولى ما جابتش نتيجة. طبعا في ناس قالوا له ما قلنا لك من الأول، قلنا لك من الأول تعبش نفسك، يعني إيه اللي بتعمله ده؟ يعني خليك زينا يا أخي، أنت فاكر نفسك أنت الوحيد اللي بتفهم؟ ما كلنا بنفهم، إيه اللي بتعمله ده؟ سكت. في بعض الناس أشفقوا عليه، يقولوا بس أنت تعبت وأكل على عملت اللي أنت عايز تعمله، وإن كان فشل ما حصلش حاجة، يعني خلاص ازرع زينا بالطريقة بتاعتنا العادية وربنا يبارك في القليل. البعض قال له ما تخليك قنوع يا أخي، ما تشكر ربنا على اللي انت فيه. قال لهم يا جماعة أنا مش متذمر، بس أنا بفكر ليه ما نحاولش نطور ونحسن. قال له أنت طول عمرك كده مش قنوع. احتمل الاتهامات الزور دي، بس قال في نفسه معلش هحاول تاني. قالوا له تاني بعد الفشل ده برضه؟ قال له معلش هحاول. وبدأ يحاول، بدأ يحاول محاولات، وللأسف المحاولة الثانية فشلت، والثالثة والرابعة والخامسة، ومرت السنوات وجميع التجارب بتفشل، مع أنه الراجل بيغير كل شوية، يحط فكرة جديدة ويستخدم معاملات زراعية جديدة بكل ما عرفه. كان بيستشير أي حد بيفكر كويس أو ناس لهم في التجارب في المدن، يقعد معهم ويسألهم ويرجع يحاول. انت مش فاهمك يا أخي، وانت يعني دارس كل حاجة؟ قال له معلش معلش أنا أحاول تاني. واستمرت المحاولات الفاشلة سنوات وسنوات، لدرجة أنه في الآخر يعني قالوا له مش كفاياك بقى؟ مش كفاياك 10 محاولات 20 محاولة فاشلة؟ يعني واضح أنه كفاية بقى، أنت عمال تعيش في فكرة غريبة جدا. وبعدين الراجل فعلا استنفذ كل ما عنده من أفكار، وفي الآخر سكت. قالوا أيوه ده اللي احنا كنا عايزينه من زمان، ورجع عيش زينا بقى عيشة أهالينا ونشكر ربنا على اللي احنا فيه، وكفاية أول حياتنا كده. سكت، وإن كان جواه مستغرب ويقول لربنا ليه يا رب، لكن لتكن مشيئتك اللي انت عايزه. بس كان مش محبط وحاسس ان محاولاته دي ذات قيمة وانه قدمها لربنا، ما جابتش الثمر بس مش مهم، بس عمل اللي عليه.
قال يمكن يجي بعدية اللي يستخدم المحاولات بتاعتي دي، يضيف عليها حاجة، ينقص منها شيء، يعمل أي حاجة وتنجح التجربة معاه. والتجربة مجرد محاولة، هيجي بعد كده ليستفيد. وكان جواه مش محبط، مش مستسلم للفشل. ثم جات له فكرة. إيه هي؟ قال أنا التعب بتاعي ده ذو قيمة، أنا لازم أكتب مذكراتي. وعاد يكتب مذكراته بقى، يسترجع كل اللي عمله، وكتب بقى محاولاته كلها ومذكراته في محاولاته الزراعية في كل التجارب بتاعته، كتبها كلها أو كتب معظمها. وبعد ما كتبها ورجع أراها، قال فعلا محاولات كويسة، صحيح ما جابتش الثمر بس كويسة ويمكن تنفع غيري. المعنى أن أطبعها، وطبعها فعلا في كتاب، وبدأ توزيع الكتاب ده، وسمى كتاب كيف تزرع، يعني محاولات للزراعة. الكتاب ده بدأ ينتشر بين المفكرين من المهتمين بالزراعة، مش الفلاحين العاديين، فالفلاحين بيهمهم يحسنوا زراعتهم. انتشر الكتاب وبدأ البعض ياخد تجارب من عنده ويحاول يزود أو يضيف إليها. والكتاب وجد اهتمام من البلد كلها، لأنه فعلا في محاولات جادة وجديدة ما حدش فكر فيها قبل كده، مع أنها بسيطة وسهلة. انتشر الكتاب وبدأ الأعين تبص على هذا الفلاح. الفلاح ده مش فلاح عادي، لا ده راجل يعني بيفهم وبيفكر صح، مش مجرد انه متعلم بس شوية، لا ده كمان مخه شغال وبيقدر يعمل حاجات جديدة. والكتاب انتشر وانتشر، وزادت محاولات والتجارب في أماكن كتيرة من إنجلترا. ولفت الأيام واختير هذا الفلاح ذو التجارب التي تبدو فاشلة ليكون وزيرا للزراعة. طبعا قد ايه هو استريح، شعر انه اكيد ربنا مقدر تعبي والناس قدرت، رغم ان محاولاتي ما جابتش نتيجة، بس دي التمهيد، دي القاعدة اللي هيتبنى عليها تجارب تانية، وان شاء الله هتحسن الزراعة في انجلترا كلها. وقام بعمله كوزير في إدارة الزراعة في البلاد وتشجيع التجارب عشان توصل للهدف بتاعها، وبقى مثال واضح قدام كل الناس اللي بيقروا كتاب أو يشوفوا عمله كوزير، ده مثال للنجاح، إنسان لا يتأثر بالفشل أبدا. في ناس مش زراعيين قروا كتاب واستفادوا منه في ان هو شافوا فيه رجاء قوي، زي ما احنا بنقول في القداس برجاء ثابت، استفادوا منه في حياتهم العامة، استفادوا منه في الكنيسة، في الخدمة، في كل مكان، لانه انسان مثابر قوي جدا، لا يخضع ابدا للفشل، فصار محرك للكثيرين في طريق النجاح.